بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى صنع في النفس الإيمانية مناعة ذاتية تسول له نفسها المعصية ثم يؤوب إلى ربه فيندم. تلك هي النفس اللوامة، أول مرحلة، وبعد ذلك قد تستشري في المعصية فتكون نفسا أمارة، لكن المجتمع هو الذي يعدل هذه النفس الأمارة ويذم. فإذا فسد المجتمع أيضا لا بد من رسالة جديدة بمعجزة جديدة لتوقظ الناس إيقاظا قسريا إلى منهج الله في السماء. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أعطى للأمة خيرية علل الخيرية بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقلنا إن الله ضمن لأمة محمد أن لا تخلو من هذه الطائفة التي تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، ولكن للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر مراحل حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستطاعة وعدم الاستطاعة. فقلنا يستطيع مع من له ولاية أن يغير بيده، ويستطيع من له إقناع بالأسلوب الجميل الحلو أن يقنع. فإذا لم يستطع يبقى في مرحلة ثالثة. إيه المرحلة الثالثة؟ فبقلبه، أي في ليغير المنكر بإيه؟ بقلبه. الناس تفهم أن تغيير المنكر بالقلب أن تقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك، أنت غيرت بلسانك، ده هو عايز تغيير بإيه؟ بقلبك. ما تقولش كلمة من تخرج من أفواههم، إحنا عايزينها من هنا. طب وإزاي بقى نغير بالقلب؟ أم قال لك أن يكون قالبك اللي هو المد ده في حركته تابع لما تعتقده في قلبك. هذا التغيير بالقلب. إزاي؟ أم قال لك واحد في المعصية وشرد فيها واستشرى، وما أنتش غادر عليه لا بإيدك في استطاعتك ولا بلسانك بيسمع لك أو بتقدر عليه، تقوم تغير بقلبك. ودي حتة مش عايزة منك مشقة. أدي معنى كلمة أضعف الإيمان، يعني دي حاجة ما تطلبش. اللي بتغير بإيدك بتضرب وبتعمل، اللي بتغير بلسانك بتقعد تنصح وتنبح قلبك، دي مش عايزة منك حاجة أبدا. إيه هي؟ أم قال لك أن تكون سلبيا بالنسبة له، ويكون القالب بتاعك تبع لقلبك. مش أنت كاره عمل وعمله منكر؟ إياك أن تجامله، إياك أن تعزيه إن، أو تهنئه إن، أو تأخذ بيده إن، اعزله عن مجتمعك. هذا هو التغيير بالقلب. فإذا عزلته عن مجتمعك سقط وحده. الله. النبي حينما هل النبي وضع عمل صنع سجنا للمسلمين؟ ما صنعش. ما العمل إيه؟ القوانين تسجن المجرم عن المجتمع، ولكن رسول الله سجن المجتمع عن المجرم. قال له اوعى تكلمه، اوعى تتعامل وياه. حتى دخل في بيته وقال لمراته اوعى تخليه يجي جنبك. الله. يبقى سجد وهو يجي مثلا، لما يجي كعب بن مالك يحدثنا يقول ايه: وبعدين تصورت الحديقة على ابن عم لي وقلت اتعلم اني احب رسول الله فلم يرد علي، اتعلم اني احب رسول الله قال لا اعرف. ابن عمه وبيته، حتى الست الكبيرة قالت له: يا رسول الله ده فلان ده اللي انت قلت انقطعه ليس له إلا كهدبة الثوب، يعني ما عندوش. قال لك معلش اخدميه ولكن لا يقربك. شوف الأوامر. يبقى مش سجن المجرم عن المجتمع، ده سجن المجتمع عن المجرم، سجن المجتمع عن المجرم. يبقى المجتمع هو اللي حامل، المجتمع اللي انت شايفه ده كله هو اللي حامل اسم الجريمة اللي البلد عايشة فيها الآن. ليه؟ أتظنون أن منزلا من المنازل لا يعلم من الإرهابية فيه؟
بقى المنزل اللي ساكن فيه ما يعرفش ان ده ارهابي، الشارع ما يعرفش، الحي ما يعرفش، التجار اللي بيعاملهم ما يعرفوش. هل واحد منهم ذهب الي وقال له اعطني؟ فقال له ما عنديش. هل واحد سلم عليه فقال لا اسلم عليك؟ لا. ده الدليل لازم الناس دي عارفه وعماله متستره. يبقى المجتمع ارهابي اكثر من الارهابيين. انما كل واحد ما هوش عايز يضر ينصحه، يقول له يا شيخ مت يا شيخ مش كده، ينصحه. ولذلك ان احسن النصح ايه، او احسن مقابله الجريمه ايه، قبل ما تتكلم عن المجرم اتكلم معه. اللي انت شايفه شارد كده تقول له تعالى يا اخي انا مش قادر لفضحك، وعارف انك بتعمل كده وبتعمل كده وبتعمل كده، وانا ما يخلصنيش مجتمع يبقى بالشكل ده، ولا يخلصنيش ان اعرفك، ولا يخلص ان انا قطعك، ولا يخلص. قبل ما تتكلم عن واحد لازم تتكلم معاه. ولذلك شوف الرسول احسن كلمه قالها عند سلطان جائر، مش كلمه على سلطان جائر ونقعد بقى نشدنا ونقول لك ايه ونعمل لنا ايه وبتاع، لا وروح ويدن الاول قول له انت بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يعلم انك لا تريد ان تشهر به وانك مخلص في تريد ان ترده الى الجده، يوم يقبل منك على الاقل ما يضركش. انما افتنا ايه اننا نشنع على الايه، حتى نحمل الشيء الصدق الف قضيه كذب تانيه، كذب نقول دي كذب ودي كذب ودي كذب ودي كذب وكذب، ويمكن كراهيتنا للناس هي اللي بتخلينا نعمل ايه. ولذلك الشاعر العربي وضع المناعه، قال لك اوعى الناس ليه، ان يعلموا الخير اخفوه، وان علموا شرا اذاعوا، وان لم يعلموا كذبوا. يقولوا كذب بقى. فاذا الناس لا يفهمون بل يغيروا بقلبه. التغيير بالقلب ان يكون قالبك تبعا لقلبك، ودي مش هتكلفك حاجه. احنا قلنا التغيير باليد يتطلب منك مشقه ولا لا، والتغيير باللسان يتطلب منك اهي ما تطلبش منك حاجه، يعني مساله بقى للضعيف يعملها بانه يعزل نفسه عن المجتمع. ما دام المجرم يعزل عن مجتمعه ماذا يحدث؟ كل حاجه تنتهي. ليه؟ اللي بيخلي الاجرام يستشري في اي امه ان الذي يجرم يخافه الضعاف فيتملكونه ويتوددون اليه عشان شر ما يصيبهمش. يوم هو يلاقي لما بقى مجرم وبيعرف يضرب نار وبيعرف يعمل مش عارف، الناس خافت منه، يوم يستشري في الجريمه ولا لا؟ لا، ما تعملوش كده، اعزله عن حياتك. ساعه ما تعزله عن حياتك يسقط وحده. ولذلك السبب في ان جريمه ديه القتل الخطا على مين؟ ده مش على الجاني، ده على العاقله، على عيلته. ليه على عيلته؟ قال لك لان لما اكون في عيله كده واشوف ان واحد هيستشري في جريمه اضربني على ايده، لان لما يعمل حاجه انا اللي هغرم. تعالى يا ابني الله. يبقى المجتمع يتوزن ولا لا؟ يبقى اذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه لابد ان يراجع نفسه، ولا بد ان يراجع فهمه في قوله فليغيره بقلبه. يبقى لازم يعرف تغيير بالقلب ده، ما تستمرش التغيير بالقلب لما يستمرش اسبوع وتلتفت كله مفهوم الكلام. الذين يصادمون منهج الله، الله يريد الخير لخلقه ويريد الخير بخير لا ينتفع هو به، هو صاحب الخير. احنا قلنا عبادتنا كلنا على قلب رجل واحد، مش هتزيد في ملك الله شيء. ليه؟ ما زادش في ملك الله حاجة بمجرد ما خلق الخلق أبدا. طيب يبقى هو لما بيأمرني بالخير لا يعود علي، أدي واحدة. ثانيا أنه يعلم ما يصلح، أدي تانية. ليه؟ لأن احنا قلنا زمان أن صانع الآلة من البشر قبل أن يصنعها حدد مهمتها، شاف الست بتقعد على الطشت كده وتتعب في دعكة الواسعة أو يقول له آخر وكم فم وكم مش عارف إيه، قال بدينا نريح الست دي وبدل هي ما بتحرك. ما هو معنى تحريك كده يعني إيه؟ عايزين نخلي السائل اللي فيه الصابون يتغلغل في القماش، يوم هو بيتغلغل هي طلع الوساخة. قال ما طب أنا خلي الحركة دي تنعمل آلية
بحديدة كده تقعد تي 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 ونريح الست دي. يبقى قبل ما يعمل الغسالة عمل ايه؟ حدد غايتها. طب الغسالة دي هتركب على مواقف على قد ايه؟ يعني الفولت اللي بيقولوا بيه فولت كذا او فولت كذا او فولت كذا. طب ولما تعطب بكذا نعمل كذا او نوديها للمهندس. الله، اذا صانع الآلة من البشر هو الذي يحدد مهمة الصنعة. مش عمل لك حاجة كده وقال لك يبقى فكر كده شوف هتنفع في ايه بقى اعملها. لا، ده عمل دي غسالة وده بوتاجاز ودي تلاجة وده تلفزيون وده راديو وده مسجل، كل حاجة عمل لها غاية. طب من الذي خلق الإنسان؟ يبقى هو اللي يحدد مهمته. فشل العالم كله أن الله خلق ويريدون أن يضع خلقه كتالوج لنفسهم من عنده. نقول له لا، صانع الصنعة هو الذي يضع لها الكتالوج، افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى أول خيبة إيه؟ إن إحنا بنحدد مهمتنا. نقول له أنت من الصانع؟ اللي يحدد المهمة إيه؟ الصانع. ولذلك قبل ما يحدد المهم، قبل ما يخلقك يحدد مهمتك. اقرأ إن شئت قول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، خلاص، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى قبل كده جاب القرآن والمنهج قبل ما يخلقك، حدد لك المهمة قبل ما يخلق. كما يصنع الصانع الآن يحدد المهمة قبل أن إيه؟ وبعدين إذا حصل عطب في الآلة بتوديها لمين؟ للصانع، للمهندس اللي دارسه. قاله النبي قال فردوه إلى الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. يبقى الله يحدد المهمة لأنه هو الذي خلق، ويحدد قانون صيته افعل ولا تفعل لأنه هو الذي صنع وألا يعلم من خلق. يبقى الغلط إيه أولا من المجتمع البشري؟ أنه يريد أن يحدد مهمة الإنسان مع أنه لم يخلقه. هذه واحدة. ثانيا، أنه لما بيفسد المجتمع عايز يعمل له قوانين إصلاحية من عنده. وهل الله تركك أيها الإنسان بدون كتالوج؟ ده كان عامل لك منهج، والمنهج ده إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما تعز عليه شيء يروح للصانع. إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. حزبه يعني أمر خرج عن أسبابه، يروح لمين؟ يقف أمام الخالق. زي ما تودي الصنعة للإيه؟ للمهندس. يقوم يقول لك ده حاجة بس ده فيوز بتاع قد كده، ده سلكة مش عارف إيه. والمهندس بيجيبها مادية ولا مش مادية؟ قال لك لأن المهندس مادي فبيصلح ماديا، يجيب سلكة يجيب فيوز يجيب مش عارف كده، لكن الله غيب فيصلح غيبا. تروح عند ربنا كده وتقف قدامه كده هوني ما تعرفش ربنا عمل فيك إيه، تطلع من شارح تطلع مش عارف إيه تطلع ما شكله. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي حدد مهمة الإنسان، وهو الذي وضع له قانون إيه؟ صيانته. أناس ينتفعون بالفساد، ينتفعون بالفساد، لأن معنى الفساد إيه؟ الفساد أساسه كله أن يحب كل إنسان أن يأخذ خير غيره بدون عمل منه، أو بتعبير أوضح شوية يريد أن يكون دمه من عرق غيره لا من عرقه. هذا الفساد. يبقى إذن الفساد يبقى لازم في ناس مستفيدين منه ولا مش مستفيدين؟ المستفيد ده لما يجي واحد عشان يعدل ميزان الكون من الله الرسول، يجي عشان يعدل ميزان الكون يكرهه ولا ما يكرهوش؟ هيضوه، لأن المفسدين هم اللي يزعلوا من المصلحين، لأنه هيفوت عليه الإيه؟ هيفوت عليه فرصة المكاسب. يوم هم دول اللي يقفوا أمام الإيه؟ أمام الدعوة. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في موكب الرسل كله إن ما فيش أبدا ناس صادموا منهج الله وانتصروا على رسول الله، مش ممكن. وإلا يبقى ربنا جايبهم يضحك عليهم ولا إيه؟ ده لازم جايبهم. وإن رسلنا لهم الإيه؟ جندنا لهم الإيه؟ لهم الإيه؟ الغالبون. يبقى هنا بقى الله يريد استقامة على منهج، والمفسدون يريدون انحرافا عن الإيه؟ عن المنهج. ولذلك يقول الله في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما. الجدع يجيب الالتواء بس فيه كده ولا كده. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هو صراط واحد، ما قالش ما تتبعش الصراط المخالف، قال لك ده سبل متعددة، ده كل واحد بقى له سبيل ايه؟
سبيل فساد. فما تتخيلش. ولذلك النبي خط خط مستقيم كده قال هذا ايه صراطه، لو انا عمل شويه خطوط كده قال دي من تمام، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الايه السبل. تعال بقى انت كمهندس وخطط من بلد الى بلد وخد الطريق كده مستقيم وشوف الطرق التانيه اللي تودي للبلد دي تلف قد ايه، ان جت في البدايه وانحرفت سنتي واحد على ما تروح للبلد التانيه تلاقيها كيلومترات، تلاقيها ايه، يبقى السبل هتعمل ايه، هتوسع عليك المسافه. ده كلام ده ان وصلت يبقى فيه ايه، لكن الصراط ايه. ولذلك يقول الهندسه اللي اتعلمناها الخط المستقيم اكثر نقطه اكثر ايه طريق بين ايه بين نقطتين، ما تلفش لا كده ولا كده. ولذلك ايه يقول لك تعالى لي دغري، مش احنا بنقول لبعض كده تعالى دغري كده، هات من الاخر وتعالى دغري ولا تلفش لا كده ولا كده، مش ده اللي بيحصل. هو ربنا بيقول كده وان هذا صراطي ايه مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا الايه السبل. كل واحد له في الفساد غايه، واحد فساده في المراه، واحد فساده في المال، واحد فساده في الجاه، واحد فساده في ان الناس يقعد تكبروا كده وتعملوا مش عارف ايه، كل واحد له ايه، كل واحد له فساد. انما طريق ربنا ايه، ربنا طريقه ايه واحد. فلما يجي بقى ربنا بيدعو الى الخير والناس المستفيدين من الفساد يعملوا ايه، يقفوا يصدموا بقى. فالله يقول الرسول اول مراتب التقوى ان تتقي الله وحده وان لا تطع الكافرين والمنافقين، لان دول عايزين يلووك على طريقهم، والله يريدك للخير وهؤلاء يريدونك للايه للشر. طبعا الاول لا تطع الكافرين والمنافقين، يبقى معناه انني اطيع غير الكافرين والمنافقين، غيرهم اطيعهم. اللقيه واحد عنده مشوره كويسه خدوا فيها ما دام ليس لله فيها امر. هو ابن المنذر قال ايه لما جم في بدر، لما جم ينزلوا في مكان والماء بعيد كده، قال له لا هذا منزل انزلكه الله، ان كان منزل انزلكه الله يبقى له علم فوق علمنا بقى، ما نتكلمش. ولذلك يقول لك لا اجتهاد مع النص، خلاص. ام هو الحرب والمكيده، النبي قال له الحرب والمكيده، قال له لا احنا نعمل كده ونفعل بيه كده ونخليهم كده علشان نعمل له ايه، سمع كلامه ولا لا؟ سلمان الفارسي قال له احنا كنا في امه لما نعمل للناس يهاجمونا نقوم نخندق حوالينا، يبقى لما حين يقول الله لا تطع الكافرين والمنافقين فتح الباب لان يطيع المؤمنين المشيرين بالنصح وبالخير. نعم. بس خد بالك بقى، في الوالي مش هيعرف كل حاجه، الوالي ما بيعملش الا لانه يرقب من يعمل، هذه مهمة الوالي، إنما ما يعملش هو، يرقبه إيه؟ من يعمل، كله متتبع لكل واحد. كان فيه واحد له ضيعة في الشرقية من الأمراء بتوع زمان، وبعدين راح يزورها فركبوه المطية وقعد يمشي في الزرعة، أم لقى قناة فيها ماء، والقناة اللي فيها الماء دي انكسرت أو انفتحت على أرض مروية، فملتها إيه؟ الخول ماشي وياه ماسك زمام الله. فالخول ساعة ما شاف الحكاية دي قام شمر بالقفطان بتاعه والخول بقى ونزل في القناية ويجيب طين وإيه ويسدده. فلما راحوا المكتب دعاله وقال له أنا استغنيت عن خدمتك لأن أنا ما جبتكش لتعمل، أنا جبتك لتدير من يعمل، فأنت ما تنفعش. ولذلك لما تلاقي الحاكم يعمل في حاجة أقول له ملاش دي، راقب من يعمل. مش زي زمان كنا بنعمل طعمية وبنعمل سمك مشوي وبنعمل مش كده كان، نقول له لا راقب انت من يعمل، واللي يخالف ايه اقطع رقبته. الحق سبحانه وتعالى يريد ان هو ما يمنعش عن الرسول نصح الناصحين ولا إشارة المشيرين. ولكن الناس اختلفوا، هل استشارة الحاكم ملزمة ولا غير ملزمة؟ نقول نشوف القرآن قال إيه، وشاورهم في الأمر، ما قالش فإذا عزموا فتوكل على الله، فإذا عزمت أنت، فإذا يبقى أنت خدت آراء وآراء وآراء
وبعدين انت ليه؟ وقال لك تعالى بقى العالم المعاصر لما بيكون في حاجة بياخدوا فيها الآراء الجانب اللي فيه الرئيس هو اللي بيرجح ولا لا؟ ما تخليه الجانب اللي فيه الرئيس يرجح، ما تبقاش ملزمة إنما تنير له الطريق. ليه؟ قال لك لأن الحيثية أنك انتخبته أولا إماما، فحيثية انتخابه إمام تشهد له بأن له تفوق، وما دام له تفوق يبقى هو اللي يرجح، وهو اللي إيه؟ هو اللي يرجح الايه الكلام. لكن هناك فرق بين مشورة وبين تفويض في عمل. ساعة رئيس الدولة ما يعين هيئة عشان تدرس كذا أو تعمل كذا تبقى هي صاحبة الرأي والكلمة، ما لهش دعوة به، ولذلك يعرض عليه وروح إيه مض. ليه؟ لأنها فوضت في هذا الأمر، ما مش مشورة بقى، يبقى المشورة فيها ما فيهاش تفويض، بس بنعرض المسألة. ولذلك يقول الله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الناس الذين عضوا بالحاكمين يقول لك لا لازم نلزمهم. طب يا سيدي 20 حيعودوا بنستشير، ناخد رأي مين؟ ده له رأي وده له رأي، ناخد رأي مين؟ قال لك بقى يبقى نشوف الاقتراع والأغلبية. قال لك والأغلبية إذا تساوت هيبقى الجانب اللي في الرئيس، يبقى اختبارك له نائبا أو واليا ترجيح له بأن يكون مرجحا خلاص. لكن إذا فوض يبقى ملزم بقى، إذا إيه فوض يبقى إيه المشورة بتاع، ما تبقاش مشورة بقى، يبقى اسمها تفويض بعمل، زي ما يعمل ديوان للمحاسبة، زي ما يعمل الموظفين، زي ما يعمل وزارة. يبقى إيه؟ هل الوزير لما بيقعد يعمل القرارات بتاعته أو أي مدير في عمل بياخد رئيس الرأي الجمهورية، ولا بالقانون الذي وضعه الرئيس هو وافق عليه وبيمشي الإيه؟ بيمشي الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم شاور في غزوة أحد، فقالوا له إيه؟ أشاروا عليه بإيه؟ قالوا نخرج. قال لا ما نخرجش، لأن الناس يحاربوا خارج بلادهم بينهزموا. قالوا لا نخرج، وإزاي؟ العنجهية بقى والشباب والبتاع إيه؟ اللي ما كانوش خرجوا البلد. لما راحوا والنبي أشار وعمل، وبعدين رجعوا لشورة النبي، فقال ما كان لنبي لبس لأمته أن يرجع، ما دام لبست للحرب خلاص انتهت المسألة، أنا ما كنتش هتلقف على إن أنا أقعد، لا خلاص بقى. وراح وأشار عليهم على الجماعة الرماة، وحدث ما حدث، فقبل مشورتهم فانهزم المسلمون، وأبو بكر لم يقبل مشورتهم فانتصر المسلمون في حرب الردة. مش هم أشاروا؟ لا أهلك قال والله انا هقتلهم ولو بالذر بالحصى، ما فيش فايده، ولا خالفهم منتصر ولا ما انتصرش، والردة انتهيت ولا لا. اذا فالرسول قبل المشورات فانتهت بالخير، وابو بكر لم يقبل فانتهت بالنجاح. اذا فاجعلوا المساله بتاعت اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مرجحا في ان ياخذ الاراء وبعد ذلك ايه ينفذها. إذا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت أي أنت فتوكل على إيه؟ فتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب إحنا عندنا بقى كلمة كافرين وكلمة منافقين وكلمة مؤمنين وكلمة جاحدين، دي أمور لا اصطلاحات. أولا ما هو الإيمان وما هو الكفر وما هو النفاق وما هو الجحد؟ الإنسان منا له قلب يحمل النوايا، وله قالب يعبر عن النوايا. إن الكلام لفي الإيه؟ لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإن كانت القضية القلب مقتنع بها واللسان يقولها يبقى ده الإيمان. يبقى الإيمان أن يوافق الإيه؟ القول بالقالب، النية بالقلب، يبقى ده إيمان. طيب فإذا بس نزود حتة بقى، مش أن يوافق القلب اللسان ويتفقوا على حاجة وبس ويكون حق ويكون إيه، يبقى ده اسمه إيه؟ فإذا وافق القلب اللسان بس في باطل يبقى كفر. ولذلك الكافر كان منطقيا مع نفسه انما مش منطقي مع الحق. منطقي مع نفسه ليه؟ لانه هو
جحد بقلبه وجحد بلسانه، يبقى مفيش مخالفة بس ما صادفش الحق. يبقى الكافر أحسن من المنافق، لأن المنافق تناقض في نفسه، أضمر بقلبه كفرا وأعلن على لسانه إيمانا. ولذلك أدى سبب في أن المنافقين في الدرك الأسفل. ليه؟ لأنهم شر من مين؟ شر من الكافر. يعني الكافر له شر إيه؟ ولذلك حينما طلب رسول الله من القوم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعبدوه وحده، إن كانوا فاهمين أنها كلمة تتقال كانوا قالوها وانفضوا، إنما هم عارفين مطلوب الكلمة إيه، ولذلك ما قالوهاش. يبقى عدم قولها دليل على فهمها ولا مش دليل؟ على أنهم فاهمين لا إله إلا الله، ما فيش متصرف ولا آمر ولا ناهي إلا مين؟ ما فيش كله الله. يبقى ما مرضيش يقولها لأنهم فاهمينها، لأنهم إيه؟ فاهمينها. المنافق كده متناقض، قال بلسانه وإيه؟ وقلبه مش ويانا. طب والجاحد إيه؟ قال لك الجاحد هو مقتنع بنفسه إنما مش قادر يقول الكلمة، مقتنع. يبقى ضد الإيه؟ ضد المنافق. ضد، يبقى عندنا دلوقتي إيه؟ مؤمن وكافر ومنافق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لما طال المطاف بينهم في الجدل مع رسول الله قالوا إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من أن فأمطر علينا حجارة من. طب ما يقولوش إن كان هو الحق ده اهدينا له، ده عشان يدلك على غباء الحكم. إن كان الحق اهدينا له، لا قال لك مش عايزين. وما قالوش بعد ما قالوا في القرآن ده سحر وأساطير الأولين ويعلموا بشر، وقالوا كل الكلام ده في القرآن، وبعدين الآخر قالوا إيه؟ الكذب زهق منهم فقالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكأن القرآن ده إيه؟ القرآن ده حلو قوي، القرآن حلو، بس كمين نزل على ده؟ مش عايزين. تبقى أنتوا سبتوا الموضوع خالص، سبتوا الإيه؟ سبتوا الموضوع. هل أنتم آمنتم بمحمد وبعدين آمنتم بالقرآن على خطر محمد، ولا تؤمنون بالقرآن عشان تؤمنوا بمحمد؟ طب الإسلام صاح الصيحة الأولى في أذن كفار قريش اللي لهم السيادة في الجزيرة، اللي ما كانش حد يقدر يثني عليهم كلمة في أقصى الجزيرة. ليه؟ يعملوا قوافلهم تروح للتجارة في الجنوب وفي الشمال، ولا حد يقدر يتعرض له، لأن لهم مكة. اللي هيجوا يقول لهم هنا، واللي هيعمل فيهم حاجة بره يجيبوه هنا إيه؟ يقطعوه لها مهابة. الإسلام حصلت صرخته في أذن هؤلاء السادة، ما راحش استضعف شوية ناس ما لهمش سيادة وقعد يقول لهم آمين ولا بدأ، جم في مين؟ في سادة الجزيرة. لكن الله لم يشأ أن ينصر الإسلام في مكة، لأنه لو انتصر الإسلام في مكة يمكن يقال قوم من قريش تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم زي ما سادوا الجزيرة، مش كده؟ ولذلك قالوا إن كنت عايز ملك ملكناك، بس سيبنا من الحكاية دي، مش قالوا كده؟ إن كنت عايز وإن كنت عايز وإن كنت عايز، ولا قال الشمس والقمر اللي قالوا الكلام اللي قالوا ده. الله، ولا شاء الله أن تكون الصرخة المزلزلة الأولى في أذن السادة الكبار اللي ما حدش قادر يثني عليهم كلمة. ولكن نصرة الدين وانطلاق الدين لم يكن في مكة، وإنما جاء فين؟ في المدينة. احنا قلنا زمان لتعلم الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، وليست العصبية بمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد. يبقى إذا لازم يجي من حتة تانية. من إيه؟ من حتة تانية. ولا تطع الكافرين والمنافقين. بس طب غيرهم؟ لا غيرهم ما يكونش له أمر يطاع. هو المؤمن يبقى له أمر للرسول له اعمل كذا؟ ممكنش. ده ليه؟ لأنه بيتلقى الأمر من مين؟ ولذلك من الخطأ يقول لك يا أخي النبي عمل كذا وعمل كذا، دي ما كانش صح. يقول له يا سلام، أنت عملت نفسك الميزان على محمد بن عبد الله؟ ده الأصل في محمد أنه الميزان. تقول إزاي عمل الكلام؟ يقول لك إزاي عدد 9 وإزاي مش عارف الجود مش عارف إيه.
الله انت اللي بتحاكمه. طب ايه رايك بقى؟ هو عمل كده وربنا ما نزعوش من الرساله واقاله ما اقالوش، يبقى ربنا راضيها وعاملها ولا لا؟ يبقى رب ما تعملش نفسك انت مقياس على مين، لان الاصل ان هو الايه تبقى تسال فعل او لم يفعل. ولذلك كان ابو بكر الصديق عشان كده قالوا له ان صاحبك يحدثنا انه اتى مش عارف بيت المقدس، قال ان كان قال فقد صدق. تبقى هي دي الايه، يبقى انا ما اعملش حكم عندي. وبعدين اقول ازاي النبي يخالف الحكايه دي، ازاي يعني يحصل منه؟ قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، وما لم لا تطع الكافرين والمنافقين يبقى يطع غيرهم اذا كانت مشوره ليس فيها نص من الله. خلاص واسمع، ان الله كان عليما حكيما. العلم غير الحكمه، العلم ان تعلم القضايا، انما الحكمه ان توظف القضايا في اماكنها. يبقى عايزين علم وايه؟ عايزين علم وحكمه. ولذلك هناك ان خير من استاجرت الايه؟ قوي امين، قوي امين. يمكن قوي وخاي تبقى قوته لنفسه خلاص، يمكن قوي يمكن امين انما ضعيف. ولذلك لما واحد بيشير واحد بيقول له انا في بتوع العراق دول تعبان وياهم يا امير المؤمنين، ده امير المؤمنين اللي بيقول، قال له ايه؟ قال له لما استعملت عليهم القوي يفجروه يقولوا ده فاجر وابنك، وان استعملت عليهم الضعيف يعني يركبوه. قال له ما اقول لك انا، فلك قوته وعليه فجوره. قال له والله ما والله ما دام فهمتها ما يروح الا انت. ان الله كان عليما، ومع العلم ايه؟ ومع العلم حكمه، تضع الشيء في موضعه. يبقى اذا العلم يعطيك قضايا الخير كلها، لكن الحكمه ان تضع كل قضيه في ايه؟ في مكانها. واتبع ما يوحى اليك. قال له بقى في امر لا تطع. ليه؟ قال لك ده لا تطع دي بين امرين، الامر الاول اتق الله، والامر الثاني واتبع ما يوحى اليه، وبينهما ايه؟ ولا تطع. يبقى فيه نهي بين ايه؟ بين امرين. قال لك لاني ما يمكنش الا كده، لانك اذا اتقيت الله هتقول منهج الحق، ومنهج الحق ده هيؤذي مين؟ المستفيدين من الفساد والباطل، يوم هيجوا بقى يجنوا على ودنك، تقوم انت تعمل ايه؟ ترد نفسك الى ايه؟ ان تتبع ايه؟ ما يوحى اليك، واتبع ما يوحى اليك من ربك. احنا قلنا زمان ما يوحى، الوحي اعلام بخفاء، يعني ان قلت الواحد كلام واضح كده ما يبقاش وحي، لكن مثلا غمست له كده بعينك، عملت له كده شاور يعني هات للناس دي تحيه، عملت له شاور يعني عايزين الناس دول ينصرفهم من غير ما تتكلم، يبقى الوحي ايه؟ اعلام بخفاء، اعلام بخفاء. وما دام اعلام بخفاء لله فيه وسائل كثيره جدا مع كل خلقه، يوحي الى الجماد لانه هو القادر على ان يخاطب الجماد، يومئذ تحدث ايه؟ بان ربك اوحى لها، يا ارض الحج بقى. طب ويوحي للايه؟ للنحل، يوحي ربك الى النحل. الله ويوحي الى غير رسول، واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. لكن الوحي بقى الصح اللي هو بقى اسم الوحي اللي خد الاسم ده كله، الوحي من الله لرسوله المرسل من جهته، وله طرق متعدده، مره يجي بنفس في الروح كده، ومره يجي بكلام ما يسمعش ما يشوفش مصدره، ومره يجي بواسطه رايه، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي، او من ورائه، او يرسل رسولا. اللي هو مين؟ القران ثبت بان يرسل رسولا، ما ثبتش لا بالالهام ولا بالكلام من وراء من غيب كده، انما ثبت بايه؟ برسول. ليه؟ لما قال لك لان الرسول لما يجي
الرسول ملك، والملك له طبيعة تكوينية خاصة، يرانا ولا نراه. فإذا التقى الرسول الملك بالمحمد البشري، البشرية لها نظام، فحين يلتقي الرسول البشري بالملك حاجة من اثنين: يا يرفع الله مستوى الرسول إلى مرتبة ملكية بحيث يستقبل، أو ينزل الرسول إلى مرتبة بشرية بحيث إيه؟ يلقن. يلقن. ولذلك لما قال ده جبريل جاء يعلمكم إيه؟ كان بيتشكل بشكل إيه؟ بشكل بشر. حينما يأتي أولا كان بيحدث للرسول رعدة، قشعريرة، يتصبب عرق، بلغ من الدم، لأن التقاء ملكية بمين؟ ببشرية، وأول مرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لطف بمحمد صلى الله عليه وسلم واداله هذا، وبعدين فطر الوحي عنه. ليه؟ قال لك لأنه كان بيجهد إجهاد صعب، لحد ما يقول زملوني دسروني وإن جبينه لا يتفصد عرقة، وفضمني حتى بلغ من الجهد، وإذا أوحي إليه وهو قاعد حنفريح واحد كده ما يطيقش يشيل ركبته، تبقى تقيلة إذا كان على دبة طيقته الدبة به. وبذلك بقى بعدين قال إيه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ففتر الوحي مدة ليه؟ عشان يهدأ من التعب وتبقى له حلاوة ما أوحي إليه. تبقى حلاوة ما يوحى إليه تخليه يتشوق للوحي. ساعة يتشوق للوحي يبقى التعب إيه؟ يخيف. ولذلك أنت مثلا تشوف مثلا شجرة تفاح على جبل، تلتفت تلاقي بقى ناس شافت تفاحة كبيرة كده وقعدوا يتسلقوا الجبل، واحد وقع من التلت، واحد وقع من الربع، واحد متكسر، واحد ومع ذلك إيه؟ ليه؟ حلاوة دي خلت المشقة إيه؟ تهون. يبقى إذا لما يفتر الوحي النبي تبقى معه حلاوة ما أوحي ويهدأ من التعب، يوم هو اللي يتشوق، إذا اتشوق يوم يسهل عليه الإيه الأمر. وبعدين إيه وقال لك؟ ولذلك قال لك هناك: ولا الآخرة خير لك من الأولى، ووضعنا عنك إيه الذي أنقض إيه الذي أنقض ظهرك. الحق سبحانه وتعالى لما يجي الملك يتصل بالرسول يبقى ده الوحي اللي هو على أصله، ما ثبتش القرآن لا بكلام من وراء حجاب، أدي واحدة، ولم يثبت بأنه يجيله كده بالخاطر في نفس في الروح، بل بواحد ملك يجيله إيه: وكذلك أوحينا إليك روحا إيه من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيه ولا الإيمان، واتبع ما يوحى إليك. وشوف بقى ده يوحى إليك من مين؟ من ربك. ما قالش من رب الخلق، هم رب الخلق صحيح، إنما إذا كان هو رب سيد الخلق يبقى الخلق إيه من وربك وبيحبك وصنعت على عينه، يبقى هيغسلك، هيتصل بك إلا لكل خير لك ولأمتك، اتبع ما يوحى إليك من ربك. ولذلك تجد عجيب أن الذين كفروا بمحمد حينما فطر الوحي عن رسول الله وقعد مدة كده ما يقول في قرآن ولا يقول حاجة، والنبي زعلان إلا الوحي انقطع عنه، يوم يقولوا إيه: إن رب محمد قد قلاه. الله، طب اشمعنى دلوقتي عرفت إن محمد له رب بقى؟ بقى لما قلاه بقى له رب وآمنت بإنه رب، ولما كان بيوده لأني ما فيشي دلوقتي آمنت بإنه له رب، وكنت بتقول ده بيخرف وبيكذب وبيقول من عنده مش عارف، مش قالوا كده أساطير الأولين اكتتبها؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله، خبير دي منتهى العلم الدقيق. ولذلك يقول لك هات أهل الخبرة مش أهل العلم السطحي، أم قال لك هنا خبير وهناك عليم وحكيم، أم قال لك عليم حكيم فيما يشرع، خبيرا بما ينتهي إليه أمرك مع التشريع استجابة أو رفضا. يبقى جايب الاثنين،
عليم حكيم في ايه؟ فيما شرع. وبعدين بقى مش هيسيبك كده على ما هو خبير بما تصنع ولو كانت نوايا قلب. يبقى دي لحاجة ودي لايه؟ لحاجة. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. ومعنى خبير يعني ايه؟ لا يغيب عنه ايه؟ شيء. هناك في قول لقمان ايه قلناها هناك؟ يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله ايه؟ لطيف خبير. يبقى الخبرة تدي علم واسع او ما تفوتش عليه جزئية. خلاص؟ واللطف ان يتغلغل في الاشياء اللي انت تفتكر انها ما ايه؟ ولذلك احنا قلنا كل شيء ما يبقى لطيف له لطف يبقى عنيف. وبعد ذلك اذا صدمت من خصومك وتقلبوا عليك اني ربك وراك. اوعى تفتكر حد الا اني. ليه؟ ام قال لك لان دول خلقي وانا اللي معطيهم الطاقات المفكره والطاقات العاقله والطاقات المتآمره والطاقات الايه اللي بيبيتوها. سأنصرك عليهم في كل مرحلة من هذه المراحل. لن يقوى عليك مناظرة ولا جدلا. أدي واحدة. جهوا منك وعايزين يبيتوا لك عشان يضربوك ضربة رجل واحد عشان دمك يتفرق في القبائل. مش حصل في الهجرة؟ فخلتهم ماسكين سيوفهم كده ووقفوا بالسيوف وجايين لمهمة صعبة زي دي ووقفوا وشخروا. شوف الخيبة. وبعدين يطلع من وراه وعلشان ما يقولوش ده هو أصله ما باتش هنا ولا طلعش يقوم يحط عليهم تراب عشان لما يصحوا يقولوا مين اللي حط التراب ده علينا. يبقى لم ينجحوا مجاهرة ولم ينجحوا في خصومتك تبييتا فشلت. ولن ينجحوا إن استخدموا الجن معاك. هقول لك برضه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.